بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نتوجه بالتضامن والوقوف مع إخواننا في المنطقة الشرقية وفي العوامية وما يحيط بها من مناطق، لما يتعرضون له من عدوان سافر وظالم من قبل النظام الحاكم في الجزيرة العربية. مهما كانت الأسباب، وإن ادعى هذا النظام أنه يريد التنمية، فإن التنمية لا تأتي بالرصاص والنار والحديد، بالقذائف والدبابات والمدافع. هذا ظلم لا تقره القوانين، لا يقره الإسلام الذي يدعيه النظام. الإسلام يرفض العدوان، الإسلام يدعو إلى التعامل بالتي هي أحسن، يدعو إلى العدل والإحسان. وليس من العدل أن تهدم بيوت أناس صرفوا دماء قلوبهم من أجل بناء هذه البيوت وهذه المناطق، ثم بعد ذلك يأتي النظام ليشردهم في العراء دون أن يوجد لهم البديل المناسب. إنما يتعرضون له من عدوان لا تقره لا القوانين الإسلامية ولا القوانين الدولية ولا حقوق الإنسان. وندعو جميع المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى الوقوف مع هذا الشعب المظلوم الذي يتعرض لهذا العدوان والظلم. قلوبنا ودعواتنا معكم، والله ناصركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.